الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في حديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في صفات الإمام وهذا الحديث الشريف رواه الكليني باسناد صحيحه عن الامام الصادق عليه السلام، يقول الامام في هذا المقطع في وصف الامام: مطرودا عنه حبائل ابليس وجنوده، مدفوعا عنه وقوب الغواسق ونفوث كل فاسق، مصروفا عنه قوارف السوء مبرأ من, الع... مبرأ من العاهات، محجوبا من الآفات، معصوما من الزلات، مصونا عن الفواحش كلها، معروفا بالحلم والبر في يفاعه، منسوبا إلى العفاف والعلم والفضل عند انتهائه، مسندا إليه أمر والده، صامتا عن المنطق في حياته في هذا المقطع يبين الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فضل الله سبحانه وتعالى على الإمام أي إمام يختاره, يختاره الله سبحانه وتعالى يتفضل عليه بفضاء الجمة تجعله أهلا لتبوء هذا المنصب العظيم لأن الله سبحانه وتعالى حكيم، ويلازم الحكمة وضع الشيء في موضعه، فالشخص المناسب في المكان المناسب، وحيث إن الإمامة هي رئاسة في الدنيا والدين، فالله سبحانه وتعالى يختار شخصًا، هذا الشخص مؤهل لتبوء هذا المنصب. ولا يمكن لانسان ان يكون مؤهلا لتبوء هذا المنصب الا اذا اصطفاه الله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه الكريم في سوره فاطر ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمن فضل الله سبحانه وتعالى على الائمه عدم تاثير كيد الشيطان فيهم ولا شرور الظلمات، ولا يتأثر الإمام بالسحر، ويحفظه الله سبحانه وتعالى من كل سوء يعاب به، كحتك العرض في زوجاته مثلا، هذا أولا، ثانيا، لا تشويه في خلقه، ولا يبتلى في جسده بأمراض معدية ثالثاً لا نقص في أفعاله فهو معصوم عن الخطأ والذنب. رابعاً يتحلى بالفضائل من أول عمره إلى آخر عمره. وخامساً يكون وصياً لوالده، لأن الإمامة بعد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لا تجتمع في أخوين، فكل إمام هو ابن للامام الذي سبقه فهو وصي لوالده ولكن في حياه والده صامت احتراما له بامر من الله سبحانه وتعالى ففي هذا المقطع الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يبين جمله من فضائل الله سبحانه وتعالى على الائمه بهذه الطريقه اصطفاهم فكانوا مؤهلين لتبوء هذا المنصب، والله سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم لا يفعل ما هو خلاف الحكمة، ولا يضع الشخص إلا في موضعه، فيقول: مطرودا عنه حبائل إبليس وجنوده، الحبائل جمع حبالة، والحبالة هي حبل الصيد. فكان ابليس لعنه الله له حبائل بتلك الحبائل يصيد الناس يغويهم طبعا ابليس له جنود الله سبحانه وتعالى في القران يقول وجنود ابليس اجمعون وفي ايه اخرى يقول افتتخذونه وذريته اولياء يعني لابليس ذريه شياطين هؤلاء اعوان ابليس، وابليس يرسلهم الى مهمة اغواء الناس، زين لابليس حبائل يدخل على انسان من نقاط ضعفه، مثلا هذا الانسان نقطة ضعفه المال، يأتي عن طريق المال. هذا الانسان نقطة ضعفه النساء، يأتي عن طريق النساء. هذا الانسان نقطة ضعفه انه يحب الحياة يدخل من هذه الزاوية. طبعا هو يدخل من جميع الزوايا ولكن يركز على نقاط الضعف في الانسان. لكن ابليس هو ضعيف كيده ايضا ضعيف. اذا اراد الانسان ان يقابل كيد ابليس يتمكن. لكن احيانا الانسان يكون اضعف من ابليس بسوء اختياره انت تتمكن من ان تمنع نفسك وانا اتمكن من ان امنع نفسي واي واحد من الناس يتمكن من منع نفسه لذا في يوم القيامه ابليس يخاطب الناس يقول وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الشريفة ينقل ما سيقوله إبليس في يوم القيامة في النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر، انتهت الدنيا بعد ماكو مجال للتراجع، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي زين الى حبائل الشيطان الامام هذه الحبائل مطروده عنه لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى اصطفاه فنفسه لا تضعف امام الشهوات لا تضعف امام الدنيا طبعا هو مختار يتمكن من فعل ما يشاء لكن نفسه قويه لا تفعل القبائح المعصوم ليس معناه انه لا يتمكن من فعل المعاصي لا يتمكن لكن هناك ملكه موجوده في نفسه هذه الملكه تمنعه من ارتكاب المعاصي باختياره لأن قبح المعاصي منكشفة عنده. احنا أيضا في بعض الأمور عندنا هذه الملكة، لكن ليست هي الملكة العصمة، لا، عندنا ملكة أنه نمتنع عن بعض الأمور التي قبحها واضحة لدينا باختيارنا. يعني هل واحد إنسان عاقل مثلا حينما يجوع يذهب مثلا إلى القاذورات، إلى سطلة الزبالة، كالقطط مثلا ياكل من سطله الزباله، لا، لماذا لا يفعل ذلك؟ هل لا يتمكن؟ لا يستطيع؟ لا، يستطيع، لكن لا يفعل هذا العمل لان قبح هذا العمل منكشف له، قذاره هذا العمل منكشفه له. اذا انسان جعل امامه طعام مسموم، وهو يعلم بانه مسموم، والطعام لذيذ وهو جائع. هل ياكل من هذا الطعام كلا لماذا لانه يعلم بالضرر الذي يوجد في هذا الطعام هل احد اجبر على عدم الاكل لا يتمكن من الاكل لكن هو باختياره لا ياكل لانكشاف ضرر هذا الطعام لديه العصمه ملكه يحبوها الله سبحانه وتعالى للانبياء والأئمة عليهم جميعا الصلاة والسلام هذه الملكة قسم منها يرتبط بالعلم يعلمون حقائق الأشياء والأفعال يعلمون بقبح الأفعال وحسن الأفعال قبح الأشياء وحسن الأشياء ويعلمون بالنتائج ويرون الجنة ويرون النار هذا اليقين وهذه الحالة تسبب أن لا يفعلوا القبائح، حتى إذا كانت النفس تشتاق إليها يروضون النفس ولكنها نفسي أروضها بالتقوى، فالإمام عليه الصلاة والسلام مطرودا عنه حبائل إبليس وجنوده، مطرودا هذا حال باعتبار الجملة السابقة مدفوعا عنه وقوب الغواسق الله سبحانه وتعالى يقول ومن شر غاسق اذا وقب الغسق هي ظلمه الليل في اشدها يعني الليل عندما يبدا الظلام قليل ثم تدريجيا يزداد الظلام الى ان يصير ظلام حالك هذا يسمى الغسق الغاسق يعني الذي يأتي في هذا الوقت إذا وقب يعني إذا دخل بعض الأحيان أكو مثلا لوس قاتل إنسان يريد يرتكب خلاف القانون يختار وقت اللي العيون هادئة والناس نيام والظلام دامس في ذاك الوقت يأتي ويفعل جريمته الشيطان هكذا يأتي حين ظلمات الجهل وحين ظلمات الشبهات، هل الشبهات تؤثر في الأئمة؟ كلا، لماذا؟ لأنه علمهم من الله سبحانه وتعالى وعلم لا يشوبه جهل، اللي يتأثر بالشبهات هو الجاهل الذي لا يرى الحقائق قد يتأثر بالشبهات، لكن الإنسان العالم والعلم اليقيني اللي هو حق اليقين هو حق اليقين هو علم اليقين هو عين اليقين هذا الشبهات لا تؤثر فيه انت الان قاعد في ارض مسطحه لا يوجد جدار ولا سقف السماء تراها وترى الشمس بعينك الشمس في رابعه النهار هسه اذا واحد يجي يذكر لك الف دليل ودليل على ان الشمس ليست موجوده وعلى ان الدنيا ظلام ليل. انت انت تشوف الشمس بعينك، لا تتاثر بكلامه حتى لو الف دليل ودليل جاب لك. لانك ترى الشمس بعين اليقين. اما اذا واحد اعمى جالس بجنبك، هذا الاعمى واحد انسان يقول له الان نهار، واحد يجي يقول له الان ليل ويبدأ بإلقاء الشبهات، قد يتأثر، يظن أن الآن ليلاً. لماذا؟ يظن أن الآن ليل، لماذا؟ لأنه أعمى لا يرى. الشبهات تؤثر في الناس الجهلة. أما الناس الذين لهم علم، وهذا العلم تركز في نفوسهم. هؤلاء لا تؤثر فيهم الشبهات. لذا يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في وصف الإمام مدفوعاً عنه وقوب الغواسق أنت شوف مثلاً أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله زين هؤلاء كثير منهم أسلم عن عقيدة والبعض كعبد الله بن أبي وربعه عن نفاق زين اللي كان ايمانه ايمان متركز في نفسه المصائب والشبهات لم تؤثر فيه لكن اللي كان ايمانه ضعيف قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم هذا ايمانه ضعيف عندما كانت تصير مصيبه او مشكله كان يتضعضع ايمانه في قضية أحد حينما انهزم المسلمون بسبب مخالفتهم لأمر الرسول صلى الله عليه واله يعني التقصير منهم كان أكثر الرماة الذين جعلهم الرسول صلى الله عليه واله على الثغر على جبل الرماة هؤلاء خالفوا أمر الرسول فنزلوا إلى ساحة الميدان لجمع الغنائم زين التف المشركون وهجموا من الثغر الذين كانوا في ساحة المعركة أكثرهم فروا إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم أكثر الرماة خالفوا وأكثر الذين كانوا في ساحة القتال أيضا خالفوا لماذا؟ الآية الشريفة تقول لأن الشيطان أظلهم أزلهم إن الذين تولوا منكم يوم التقى جمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا حتى أنه ورد في بعض التفاسير أن قسم من هؤلاء الذين فروا أرادوا أن يوسطوا عبد الله بن أبي المنافق الذي انخزل من المعركة قبل بدئها هو 300 واحد من المنافقين في الطريق إلى أحد رجعوا إلى المدينة فبعض هؤلاء المنهزمين المنهزم أرادوا أن يوسطوا عبد الله يوسطوا عبد الله ابن أبي المنافق عند المشركين ويأخذ لهم الأمان ويرجعوا إلى الشرك زين اجت شبهه احنا اذا مسلمين واذا الله ينصرنا ويوم بدر الله سبحانه وتعالى نصرنا، لماذا في يوم احد الله لم ينصرنا؟ والله سبحانه وتعالى اجابهم ما دام نصرتم الله فالله نصركم، ان تنصروا الله ينصركم. في المرحله الاولى من المعركه التزمتم بامر الرسول فالله نصركم. ووعدكم ان يرسل لكم ملائكه لنصرتكم ان التزمتم بامر الرسول. لكن لما خالفتم أمر الرسول الله سبحانه وتعالى أيضا ترككم لم ينصركم تقصير منكم الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد لكن خالفتم فالله سبحانه وتعالى أراد أن يريكم نتيجة المخالفة لذا لم ينصركم زين إذا تأتي شبهة لا تؤثر في الإمام لأن علمه عين اليقين حق اليقين علم اليقين هذه درجات من العلم. مدفوعا عنه وقوب الغواسق ونفوث كل فاسق ومن شر النفاثات في العقد النفث النفخ الشديد وهو بين النفخ والتفل إذا تفل يخرج البزاق من الفم وإذا نفخ لا يخرج شيء من البزاق في النفخ. لكن النفث بين التفل والنفخ يعني هواء يخرج من الفم وفيه ذرات من البزاق زين هؤلاء ساحرات كنا يعقدنا عقد وينفخنا في تلك العقد للسحر. هل السحر يؤثر في الائمه؟ كلا. هل السحر يؤثر في رسول الله صلى الله عليه واله؟ كلا. واذا واحد زعم ان السحر يؤثر في الرسول صلى الله عليه واله فهذا ضال ظالم بنص القران. الله سبحانه وتعالى يقول: وقال الظالمون.. ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا يعني كانوا يقولون ان رسول الله محمد صلى الله عليه واله مسحور الذي يقول هذا الكلام هو ظال هو ظالم ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يضيف على أن هذا الإنسان ظالم يضيف إليه انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا يعني ظالم ظال فما روي في بعض المرويات التي روتها العامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله سحر وسحره لبيد اليهودي مثلا وكذا 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 هذه تخالف نص هذه الايه الشريفه فينبغي ترك هذه الروايات والاعراض عنها لان كل مرويه تخالف القران الكريم يضرب بها عرض الجدار ما خالف كتاب ربنا فهو زخرف فهو باطل فاضربوا به عرض الجدار لا قيمه له فالسحر لا يؤثر في الامام كما لم يؤثر في الرسول صلى الله عليه واله بعد ذلك مصروفا عنه قوارف السوء الاقتراف يستعمل في العمل الحسن قليلا وغالبا يستعمل في العمل السيء يعني شنو مصروفا عنه؟ قوارف السوء يعني كل شيء يعاب به الانسان الله سبحانه وتعالى صرفه عن الائمه وكذلك عن الانبياء الانسان مثلا يعاب اذا زوجته ارتكبت الفاحشه الله سبحانه وتعالى صرف هذا الامر عن الانبياء والائمه والخيانه التي جاءت في الايه الشريفه يراد بها الخيانه في الدين وليس الخيانه في الفراش فخانتاهما هذه الخيانه ليست خيانه في الفراش وانما خيانه في الدين وخيانه عظيمه كانت يعني مثلا زوجه لوط كانت تعارضه وتدل قوم لوط على ضيوفه وزوجة نوح كانت تستهزئ به، هذه خيانة عظيمة ويطلق عليها الفاحشة بالمعنى اللغوي يعني الذنب المتجاوز للحد، لكن لم يكن ذلك خيانة في الفراش لأن الزوج يعاب بخيانة زوجته في الفراش، والله سبحانه وتعالى نزه الأنبياء والأئمة من ذلك مبرأ من العاهات محجوبا عن الافات العاهات العاهه في الجسد يعني يكون معوق مثلا يكون فيه مرض الافات الامراض المسريه مثلا او العاهات في الجسم والافات في النفس كالحسد مثلا الامام عليه الصلاه والسلام لا عاهة في جسمه كما ان الانبياء كذلك الأنبياء لم تكن عاهة في أجسامهم لأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم لهداية الناس إذا كانت هناك عاهة في أجسامهم تكون حجة للناس يوم القيامة يقول يا رب أنا لم أذهب إليه لأنه كان معوقا كانت فيه عاهة كثير من الناس هكذا من الإنسان قد يكون مبتلى بجسده هذا ليس عيبا واقعيا مبتلى بجسده ولد مثلا معوقا أو في حادث سير أو في حادث آخر تشوه هذا ليس عيبا حقيقيا لكن كثير من الناس يعتبرونه عيبا الله سبحانه وتعالى ما راد بهذا المقدار يكون للناس حجة في يوم القيامة حتى يقال له لماذا لم تذهب إلى النبي وتؤمن به حتى لا يقول يا رب كان معوقا كان مشوها فأنا كنت أتنفر منه وابتعدت عنه حتى إلى هذا المقدار لا يكون حجة على الله سبحانه وتعالى بعد الرسل لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لذا الله سبحانه وتعالى برأهم من العاهات وحجب عنهم الآفات بعدين هذا إنسان الله اصطفاه الله اختار الله سبحانه وتعالى لا يصطفي ولا يختار إلا بأحسن الطرق ومنها لا يكون هناك في جسده عيباً وحتى بالنسبة إلى أيوب على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام أيوب مرض مرضا شديدا لكن هذا المرض ما كان يؤثر على جماله وعلى حسنه، اكو بعض المرويات مثلا أنه كانت تخرج من جسده رائحة كريهة وظهرت ديدان على جسده فهذه الروايات غير مقبولة. نعم كان مريضا والشيطان هو الذي أمرضه لأن الشيطان ما إلى سلطة على روح الأنبياء وعلى أفعالهم لكن قد يؤذيهم شياطين الإنس وشياطين الجن قد يؤذون الأنبياء إني مسني الشيطان بنصب وعذاب أذاني في جسدي لكن هذه الأذية كانت بشكل مرض هذا المرض لم يؤثر على محياه ولا على ظاهره وعلى على ولا على رائحة جسده الشريف الان مثل واحد افرض مثلا تشوفه يمكن في مرض قلب، في مرض سرطان او في امراض اخرى لكن ظاهره انيق، جميل، جيد، هذا المرض ايضا ليس معدي مثلا هو مريض لكن هذا المرض لم يؤثر فيه او بالنسبه الى يعقوب على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام الآية تقول وبيضت عيناه من الحزن ابيضت عيناه من الحزن مو معنى أنه صار أعمى كما يتصور غالب الناس لا وإنما صار في عينه بياض ضعف في عينه وغلبت البياض في عينه بسبب كثرة البكاء مو أنه صار أعمى لأن العمى نقص وعاهة في الجسم والله سبحانه وتعالى نزه الأنبياء من ذلك الآية ما تقول وصار أعمى من الحزن لا حتى الآية تقول ابيضت عيناه من الحزن وتولى عنهم وقال يا أسف يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، على كل حال فلذا إذا واحد من أبناء الأئمة فيه عاهة في جسده هذا ليس يصلح للإمامة، مثلا عبد الله الأفطح هذا كان أفطح فيه فطح، فطح عيب في الخلقه إما في الرأس أو في الرجل لذلك لم يكن مؤهلا للامامه يعني هذه علامه على انه ليس بامام مبرأ من العاهات محجوبا عن الافات معصوما عن الزلات مصونا عن الفواحش كلها الزله قد تكون الخطا وقد يكون الذنب الصغير وقد يكون ترك الاولى الفواحش الذنوب الكبيره التي تجاوزت عن الحد كلمه الفاحشه في اللغه العربيه من الفحش الفحش يعني الشيء المتجاوز عن الحد القبيح المتجاوز عن القبح لذا السرقه من الفواحش الزنا من الفواحش اللواط من الفواحش ظلم الناس من الفواحش ليش لانه الذنب المتجاوز للحد مصونا عن الفواحش كلها الله سبحانه وتعالى جعله معصوما وصانه عن جميع الذنوب كبيرها وصغيرها وترك الاولى والخطا ترك الاولى يعني هو عمل يجوز ليس بمحرم ولا بمكروه بس مثل هذا الانسان الافضل لا ياتي بذلك العمل الامام مبرع عن ترك الاولى. زين. معروفا بالحلم والبر في يفاعه، يعني في صغره، نقول شاب, شاب يافع، يعني استوى الان دا ينمو الامام في كل حياته في القمه، لان الله اصطفاه. الانبياء كذلك في جميع حياتهم. مو مثل بعض الناس يتصورون انه النبي قبل النبوة مثلا يمكن ان يذنب، يمكن ان يفعل الفواحش، يمكن ويمكن، كلا الله اصطفاه فلذلك سواء هو صغير، قبل النبوة يعني بعد النبوة، هو كبير محلى بجميع صفات الكمال، وفي هذا الحديث الإمام يذكر صفتين من الصفات اللي تقل في اليافعين الحلم والبر معروفا بالحلم والبر في يفاعه منسوبا الى العفاف والعلم والفضل عند انتهائه يعني عندما يكبر يبلغ زين هناك مثلا في الكبار توجد نقاط ضعف قد لا تكون فيهم العفه، قد لا يكونون علماء، قد لا يكون عندهم الفضل فهذه امثله على انه هو في شبابه الى نهايه حياته محلى بالكمال وهذه الصفات من اهم الصفات في الناس الكبار يعني سواء هو صغير محلى بالفضائل أو هو كبير محلى بالفضائل زين هذا مو أنه بمجرد أن يموت والده يصير إمام لا هو إمام من يوم اللي الله خلق إمام لكن في زمان والده صامت احتراماً لوالده لذا أكو في بعض الأحاديث هل يجتمع إمامان في زمان واحد الجواب نعم الحسن والحسين إمامان في زمان الإمام الحسن الحسين إمام عليهما الصلاة والسلام لكنه صامت لا ينطق بالإمامة في زمان أمير المؤمنين الحسن والحسين إمامان نعم إمامان لكنهما صامتان احتراما لوالدهما وهكذا الإمام اللاحق صامت احتراما للإمام السابق إلى أن يتوفى الله سبحانه وتعالى الإمام السابق فينطق الإمام اللاحق يعني النطق بالإمامه وليس المراد أن يعني عن الكلام لا يتكلم لكن أن يتكلم بالإمامة كلا ما دام والده حي الإمام اللي قبله حي مسندا إليه أمر والده صامتا عن النطق في حياته فواحد لا يتصور أنه النبي لما صار عمره أربعين سنة صار نبي أو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بوفاة الرسول صار إمام لا في الحديث الشريف الرسول صلى الله عليه وآله يقول كنت نبيا وآدم بين الماء والطين يعني الله حينما خلقه خلقه نبيا لكن قبل ما يصير عمره أربعين سنة ما كان رسولا يعني الله لم يأمره بالتبليغ فهو نبي لكن نبي صامت وهكذا صار الأنبياء الأئمة كذلك حينما خلقهم الله سبحانه وتعالى خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشهم محدقين كانوا أئمة وحينما ولدوهم أئمة لكن ما دام الإمام اللي القبل يكون موجود الإمام اللاحق صامت يعني صامت يعني لا يدعو إلى نفسه لكنه هو إمام ومنقاد للإمام اللي قبله أمير المؤمنين في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إماماً لذا الرسول في يوم الغدير يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى قال من كنت مولاه فعلي مولاه وفي زمان حياة الرسول كان ذلك لكن أمير المؤمنين لنا صامت عن الإمامة منقاد للرسول يطيع أمر الرسول لأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يتبع الرسول صلى الله عليه وآله فلما توفي رسول الله نطق امير المؤمنين بالامامه وهكذا كل امام لاحق صامت في زمان الامام السابق هذا مقطع من مقاطع هذا الحديث الشريف وبقيه المقاطع ان شاء الله سنتحدث عنها في جلسات قادمه هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين Oh, mm -hmm. oh, mm -hmm. mm -hmm.